حي القابون الدمشقي والمحاصر منذ أسابيع ما زال على قائمة أهداف القوات الحكومية السورية لاقتحامه. القصف العنيف لا يكاد يهدأ على الحي للأسبوع الثاني على التوالي وسط استمرار الاشتباكات بين الجيش الحر والقوات الحكومية. وبث ناشطون صورا تظهر قيام الآليات الهندسية التابعة للنظام بهدم عشرات المنازل في الحي، كما تم نصف المباني المطلة على المتحلق من جهة الحي. معظمية الشام وداريا بريف دمشق وعدة مناطق بالغوطة الشرقية والغربية تعرضت للقصف الحكومي المكثف. وبث ناشطون صورا تظهر قيام الجيش الحر بتفجير مبنى للقوات الحكومية بحي جوبر بالتزامن مع تجدد الاشتباكات هناك. وفي وسط البلاد لا تزال أحياء حمص المحاصرة تئن على وقع القصف العنيف الذي تتعرض له منذ أسابيع. الاشتباكات أيضا مستمرة في حي الخالدية وعلى عدة محاور، في محاولة من القوات الحكومية مدعومة بمقاتلي حزب الله لاقتحامه. أحياء مدينة دير الزور هي الأخرى تتعرض للقصف الحكومي المكثف لليوم الثاني على التوالي على وقع اشتباكات عنيفة في حي الصناعة. وبث ناشطون صورا تظهر محاولة الجيش الحر لتحرير حاجز جميان العسكري. وفي محافظة الحسكة بث ناشطون صورا تظهر مقاتلي الجيش الحر وهم يحاولون محاصرة الفوج 121 في بلدة المليبية. يأتي هذا في ظل أنباء تحدثت عن مقتل 5 أفراد على الأقل من حزب العمال الكردستاني في كمين نصبه مسلحون من جبهة النصرة في قرية الصالحية بريف الحسكة.